السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم خوكم في الجمله الاداره العامه. دير ابوني وشارك معنا صافي. الله يحفظك، دير ابوني. يلا ما عليناش اليوم تتمه الحلقه ديال ديك النهار. المهم تحياتي الاختصاره وتحياتي لكل اي واحد كيصيفط لي دي كومونتير، تحياتي للدراري اللي دوري الجاعه، تحياتي لخويا طارق، تحياتي لكرعينا بزاف، تحياتي الرحموني، تحياتي لهشام جدودي، تحياتي كاع الدراري اللي داروا دي كومونتير زوينه اللي داروا دي كومونتير شويه ماشي مشكل. حنا تنقولوا له تنعاودوا هادشي باش 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 تستافد معانا. والعبره ملي تنقولوا العبره راه ماشي بالنفاق، والعبره ما يدير شي واحد هادشي الا درتي غتجيبها فراسك، ما غتجيبهاش فيا انا. انا تنهضر معاك كاخ فريجي تنعاودك على المصير ديالك في السجن. في المصير كان جد 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 وبلا ما حشمت نقولها. المهم من هاد المهم تحياتي الدراري، تحياتي الجاعات، تحياتي الدراري كاملين، تحياتي الدراري ديال القريه وتحياتي ديال دوار جاف الله والنوايل وديال دوار الكره وديال المسيره. تحياتي وانا ما نساوش المحارق وما نساوش خونا عويطه وما نساوش هادشي كامل. علاش نقولوا؟ حيت الدراري هادو عندهم علاقه خاصه، وهاد الدراري هادو وهاد الدراري هادو ماشي عندهم علاقه خاصه، عندهم تا نابلو راه ما ضربوش الحبس، وحاشا باش يكونوا ضربوا الحبس. الله يتر النضال وتلكلها حبس وفيه مشاكله ومشاكله تعلم بها الله. كنت خلنا معكم الخبايا الحبس، فوالله واقسم بالله العلي العظيم ونعاود لكم بصح داكشي الخبايا الحبس. انهم غيضروا راسو وغيقول واش هادو الناس كانوا عايشين بهذه الطريقه. ماشي موت السجناء كاملين، بعض السجناء كانوا ماشي. الفرق ما بين السازين والسازين، السكين السازين اللي تدوز على سوكاز تيتسنى تحل عليه الباب باش يخرج، وكاين السجين اللي تيناضل في السجن ما يتحقرش واحد قدامه، ما يتغتصبش واحد قدامه، ما يطراش شي حاجه قدامه اللي تتقيس الله. سجناء وقفوا وعتقوا ناس وتنحييهم من هذا المنبر. كون دوك الناس كون دابا قتلوا راسهم ويلا رضى بها راه مشكل اخر. انا تنهضر بواقعيه. تحيات الاداره. المهم نكملوا القصه ديالنا. المهم خليناها باش وقفني مع الدراري كابران، وقفني مع الدراري كابران. علاش داك الموظف وقفني كابران؟ وقفني كابران باش نتقى على راسي. المهم داك المونتيف اللي دوزنا داك نزلنا ترانسفير صافي، وقفني كابران ويتحل ليا بعدا واحد البيب. هذاك البيب اللي تحل ليا قلت الحمد لله. المهم وليت تدبر على راسي، جا عندي زريويل حتى هو معايا في الشومبري، حتى زريويل ناضي حتى هو عجبني مزيان في عكاشه. كان انسان تما يا بنت الرجوله. المهم شنو درنا تما ما كنا نديرو والو، شو ولينا تندوروها ماتشات باش ماما اصليه تكتب التقرير ديالها. والتقرير ماشي على التقرير، حنا اصلا تما يا صافي بغينا ندخلو سوق راسنا باش ماشي عندنا تما غنجيو للمحكمه، ميمكنش تبقى في المشاكل. المهم دو كورات لعبوا مع الدراري ولاد كازا كورات، تبارك الله على الدراري ديال كازا كاملين، الله يعمرها دار وديالهم ماشي ديالهم. المهم تعاملوا معنا وهادي وصافي داز الحبس، ولينا تنعرفوا الدراري، نضحكوا مع الدراري، نخرجوا للكور نلعبوا. وتحيه لواحد الشاب كان في الكوزينه السي كمال، الله يرحم ليه الوالدين في هذا النهار، عملنا زوين. تمشيو للكوزينه خاصين حنايا خاص، يعني ما تجيش تيديروا معنا حنايا اللي جينا من الرباط ما تيديروش مع الدراري في كازا. تيقدر مثلا تيعطي الرصاين تيزيدك انت جوج رصاين فوق، جوج العباد الفوق، عطاك كومير عطاك جوج كوميرات، عطاك حوت عطاك جوج حوتات ثلاثه. ممكن تيتعامل معاك اي حاجه ديال 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 اللي تتبغيها، سكر زيت كذا، هادي تيتعامل معاك فيها. المهم كذلك دازت الامور في عكاشه. شويه في عكاشه جا عندي واحد السيد موظف، وتنحيي من هنا الموظف خصما. المهم واحد الموظف تعامل معايا مزيان. المهم وحسني بان بحالي ماشي لي في بلادي، ما بقاش شويه الحال، ولا حسيت بشي نقص. هادي لا حسيت بنقص، غتولي ندبر عليها وتولي غدير تمرد على الحبس، وهاديك التمرد ديال الحبس فبالتالي تتجي فيك وتجي في حتى واحد، تتولي تمشي من حبس لحبس. انت في تولا شي من تولا لطنطان، من طنطان عاوتاني اكادير، من اكادير العواد، من العواد عاوتاني سير بوركيز، بوركيز عاوتاني الدوق، عاوتاني السلاسل، عاوتاني يعني تدوق. قلت شكون اللي تيلعق بهادشي؟ هما اللي الدار. إذا كان عندك شي داركم الله يعمرها دار، تيمسك الله يحسن العوان أي واحد عنده أمه ولا كدا ولا تتقاسي معاه ختو، فالله يحسن عوانهم، حيت هما اللي تيدوزو العبس ماشي حنا. أقسم بالله حنا ما دوزنا العبس، إلا دوزوه مع العائلة ديالنا، أي عائلة جات عندنا فدوزوه. كي اللي طرا ليه مشكل في الطريق مع مو كانت جايه عند مو هي تمشي ليه، المهم كلو مشاكلو.
كان تيتسنى مسكين الزيارة، تيجي عنده تيقول لهم امك دارت اكسيدا ماتت وانت في كافي من واحد، دابا هو في الحبس امه مات في طريقه هو. عرفتي شنو كنت تيجي تيقول انا سبب امي انا، والله النفسية ديالو تعلم بها الله. وجي انت يا واسي فيه وقبطو وقول له الله راه حكمه عند الله، هو اللي دار هادشي، هو اللي عارف الحكمه ديال هادشي باش دير عقلك فشي مشكل في سبب كتاب، خصك دير ليه خاطر باش تنصحو باش ما يديرش شي حاجه براسو. المهم ما علينا، دازت ديك الامور بخير تما شويه، وانا تلاقيت بواحد الدري والكازا وانا نقول خويا انا راه تيجي عندي عندما تنزوروش تدبر عليا. دابا انا وليت كبح كبران بعلي بحال الدري، قلت له دبر عليا كنت تلقى ديك شي حاجه وعطيني حتى انا شويه كنت كتدخلوا من من الزياره ديال الدكاكه صافي. مسكين قلت تيجي يعطيني 25 تيعطيني 25 غرام، نبقى ندبر على راسي ندبر على راسي ندبر على راسي. المهم بخير، ما وليت ندبر على راسي تما، واخا الموظفات يقلبوا عينيهم صافي هادي هادي تلعبوا كره هانيه، الامور مشات هانيه باش بلا ما نعاودوا شي حاجه ما كايناش، امور مشات هانيه. ملي تلعبوا كره كل واحد النهار كاينين لاعبين ماتش، ودابا ان شاء الله غنلوح لكم ان شاء الله اليوم نقدر نلوح لكم التصويره اللي تصورنا في كره ديال عكاشه، عندي التصويره هنا وانت شي تصور من نوريهم لكم. المهم ما عليناش، فعلا نهار هذاك الماتش تيجيو عيطوا لينا مال الوقت جمع عبد الكريم السنقاوي الزريوي الترانسفير في السله، هز معنا حوايجنا عاوتاني ترانسفير هز هز، ما عرفناش علاش غادي نسوس رجعوا لينا سامحوا لينا ولا ما نعرف. المهم ها تنوصلوا السله تيهزونا ترانسفير تنمشيو للسله، ملي تنوصلوا للسله شنو تيطرا؟ تدخلوا مع الباب المدير تيقول لهم دوم شومبري شد عليهم عقل. ديك النهار ديك النهار كان الماتش ديال الرجاء، المينيم ديال الرجاء مع المينيم وزر وكرعينا راه عقل على هادشي، حيت هو اللي كان لعب في الماتش وربحوا في هذاك الماتش وشكرا لكرعينا حيت ربحتوا المينيم ديال الرجاء وبلي ما راه عطاوكم التاكيطات ديالهم فهمتيني، المدرب ديالهم ما تسرطاتش ليه حيت المينيم ديال الحبس ديالنا غلب 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 المينيم ديال الرجاء اللي جايه من السيفيل، ودراري لعابه خلينا كانوا دراري كواريه منهم كريعينا اسميات نسيت عليهم منهم دراري ملي بنادم هذوك اللعابه وكانوا كملوا على برا والله دابا تيلعبوا في المنتخب، وكان بنادم تيضرب كره وحجره صباح وتيطيروا ماشي المشكل خصو يتمارك البيت، اقسم بالله تحيه لخويا كريعينا. المهم ما عليناش، داك النهار لقيت الرجاء اللي لعابه، جيت لقيت حفله في الحبس، جاو حنا دخلونا الشومبري وما يسدوا علينا ما حلوش علينا والو زعما ما تفرجوا مولا زكاير من المدير. دزت داز لا غد لي عيطوا لينا للمحكمه 30 واحد غادي للمحكمه، عاد جاتني الدك عاوتاني علاش جاتني الدك على ابراهيم خو كريعينا ومسخوط هذاك ابراهيم، عيطوا لي المحكمه مسكين يلاه زيدينو ربع سنين على على هادش بحال هادشي كثار من هادشي. دابا نعاود لكم ابراهيم كري ابراهيم خو خو فريد ومشكل حتى هو وعنصر خطير صاحبي، هذا هو اللي خصنا نهضروا عليه، ابراهيم وفريد واخا حتى هو مشكل ولكن ابراهيم عقل نويضي مؤدب وتيشوف واخا هذاك شي القمار وكذا ولكن راه ناضي هو ابراهيم صاحبي والله الا تفكرت كون ويمشي معانا صافي. عيطوا لينا كاملين المحكمه انا عبد الكريم البيضاوي الجوم سي اس عبيله السنقاوي عويطه لؤى امريكي شكون الاخر اللي مشى معانا المهم شي انا شحال من واحد وافي شحال بقى نحسب. المهم دخلنا للجيور ديال داونا المحكمه، دخلنا لذاك الجيور المحكمه الناس باشكم انا جا واقيس ما حامش راسي والدري تتفرق كلشي تيفرق كريعينا فريد شد في الدراري تيدخل شي بوجادي تيدخل شي بوجادي شي واحد قابطينو على الشراب، ما حنا في جيور المحكمه هذاك اللي غيمشي للحبس يدخلو عندك الجيور باش يمشي معاك للحبس، حنا كنا في الحبس هذا عاد غيمشي للحبس، كيدخل شي واحد وتنفض اشنو يتنفض معاك يدخل معاك يتعيد لي كلشي من جيبو بلا ما تيعيق فيري تنتفي الاخر تيجدو من هنا تيكنسو الاخر وهادشي هذا كامل تنعود عليه يضحك لي الدراري تيضحكو في الجيور من والو عرفتي في داك شويه تيعيطو لنا تيقول لنا جلسه طلعنا للجلسه شحال وقفات شي 18 لواحد واقفين كل واحد مينوط كل واحد مينوط مع واحد واحد من سلسله ماشي كل جوج منطين بوحد كل واحد منط واحد الرئيس بقينا تنتسناو فيه تنتسناو يدخل دخل الرئيس بوحدي ما دخلوش مع هذوك الجوج اللي تيكونوا بجنابه محكمة وما يوقفوا كاملين بسلسلة سلسلة وقفات قال لنا وقفوا كاملين قدام وجينا كل واقف قدام وانا شنو درت رجعت للور وبقيت تندير فين ما تيبان لي وجه الرئيس تنتخبى بشي راس قدامي تندير ها
فلان بن فلان، فلان بن فلان، شنو تتقولوا في هادشي، شنو تديروا في هادشي، واش كذا هذا وطاطاطاطاط. شكون اللي معانا يا ربي؟ السنجاوي ولا مع ابراهيم؟ مقرقب مقرقبين. واش ابراهيم اللي زادو شهر ولا السنجاوي اللي زادو شهر؟ الله اعلم، والله ما عقل. المهم زادو شي جوج شهر ولا ثلاثه، وحنا كاملين خدينا البراعه ما داروا معنا والو. صافي فرحنا حتى هادي شويه راجعين للحبس، شويه راجعين للحبس. المدير تيتسنى تسنى كحال باغي لينا الحبس. هذاك المدير هذا ما هو اللي درنا معاه المشكل، نسنى الحبس. هبطونا ما تدخل تدخل الصطاف تحت قدام المدير، قدام المدير مع نزلونا، نزلنا مسات فين عاوتاني كله تنزل مع ميروط واحد داير ماشي كله ديروا لي جوج مينوت وثلاث مينوت بلاصق مع مينوت مينوت مع مينوت وكلشي داير. هبطنا ونديرو في المدير ها وانا نقول للمدير والحمد لله وكيل الله والله. المهم راكم ما كانش سيدنا الله ينصر الملك وما شنو درتوا لينا هنايا بحال هاد الهضره اللي ويدير فيها، حيت ما تذكر لهم سيدنا ما يهضرش معاك ما يقدرش يهز يدي. شي تقول لي سيدنا كيديرها تيكون جاي يضرب، تقول لي الملك هو اللي جاب لي يديرها، لا دابت لا والو. المهم ما علينا، صافي ردنا لذاك الشومبري خلينا فيه. لا غد ليه الجمع بكريم ترانسفير الخميسات، داوني الخميسات، تحية لولاد خميسات، والتحية لخويا الجن، والتحية للدراري نسيت على سمياتكم، تحية لخويا عبد العالي، تحية ل وتنشكرك اخويا 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 عبد اخويا عبد النبي، هذاك لوجيست اللي درتو معني شنو نشكر الدراري. الدراري انا نقول لكم علاش نشكر الدراري الكردابة، حيت ملي مشيت الترونسفير الدار ما كانوا عندهم مشاكل على برا ما جاوش، يعني باش ما يجيوش عندك الدار في الحبس. فانا تنشق على راسي، ولكن ماشي تجيبهم، ماشي تيجيو عندك باش على ودي يجيبوا لك. انا ما كانش عندي هذا المشكل في حياتي كامله، كان حتى نبغي نشوفهم. انا تنبغي نشوف اختي تعاود لي على الدار، تعاود لي على مال العمال على الجيران، تنستانس بداك الشيء. شي داك الشيء اللي تعاودوا لي تنخدم به شهر على الداخل كنفكر فيه، تنقول فلان ولد العمال ما سواش بخير عليه، فلان مزيان، فلان مزيان من الدوجات. تنبغي نخرج من الحبس ونلقى الحومه بالتغيير، فلان خدام وفلان خدام وفلان ما خدمتيش هنا تيعاونوك هذوك اللي خدموا. فالانسان حيحاول يدير السجين، راه السجين ماشي بحالك، وانت طلعت على السجناء كاملين ماشي سجناء، راه ماشي بحال بحال دم السجين. المهم ما علينا. المهم زدنا غد الخميسة، ومشيت الخميسة الترونسفير عاود تديني فاش فاير كات الخميسة داروا لي الحوايج. المهم على الخرجة مخرجني قلب لي المدير بالزكاير، تيقلبوا لي في حوايجي تيلقاو شي حاجة حيد لي هادي مزاكر معايا، داوني ها بالرولو ما غادي بلا كارو بلا والو. وانا تنعاود لكم داك الشيء اللي طرا، كون بغيت نزيد عليكم ونكذب عليكم كون قلت لكم شي خبايا وفلان وطن وكذا وهذه، لا لا انا تنعاود لكم من قلبي. انا تنشرك معاكم داك الشيء اللي عشتو. المهم ما عليناش، دخلت لتمايا الخميسات. المهم الامور مشات بخير، ما داك الحبس ما درت فيه والو ما والو. دخلوني لواحد الشومبري كاملوا معايا الدراري تبارك الله على برق الليل، الله يطلق سراح الله يطلق سراحك بالخير. برق الليل واحد الدراري حماق تمايا مسكين قاتل مو ولا ما عرفت شنو. المهم تمايا تعاملوا معايا تما خويا الياس ولد سلاكات عنده روح تما حتى هو، تعاملوا معايا الدراري كاملين. ما خصني خاصني واحد ديك بقيت ساعه بقات لي شي شهر ونص. المهم ما حسيتش براسي بديك خميسات خاصني شي حاجه. الدراري ولاد خميسات عاملوني معاملة طيبة، ومن تنقول على راسي عاملوني فالدراري دوزو الحبس كيعرفوني علاش نقول على راسي كيعاملوني، حيت ديما سبحان الله العظيم مشاغب مع الدراري. ملي تكون في الحبس ديال بلادنا ديما تيجيبو ولاد خميسة، حاول تعاون بطريقة مزيانة مع الناس، حاول في الحبس تحاول إذا كان بلادنا تسمعو ولاد خميسة ولا ولاد أكادير، حاول تعامل معاه خير من هذاك اللي تيجيو عندو دارهم. قول لي علاش حتى داك تيجي وعندو دارهم وتيجيبوه، هذا في بلاد الغربة تعامل معاه بحسنية وبكلام طيب. فين تعاملتي مع الإنسان بكلام طيب فربي سبحانه وتعالى ما تيفوتكش، فهمتيني؟ وكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت تأكلها أينما شاءت، هادشي اللي كنا تنديرو حتى في حبسنا. المهم كملت. المهم دخلت عند الدراري تما تعاملوا معايا ولاد خميسات، عطوني بلاصة، عطوني حطوا لي. المهم ماحية كانت تما كلشي كاين، الحشيش ماحية كلشي ماحية تتلاح من 16 5 يطرو 4 يطرو كدا هادي تتلاح قدامي النوريس ولا الرياحي ولا شي دري تما تيجي وكدا. تحية لخويا النوريس والتيفرد، وتحية للرياحي لا الشهب لاخو، تحياتي اخويا دوزتو معنا صغار ومرحبا بكم عندنا في رباط شي نهار. المهم دازت الامور وخرجت لاكلاس من تما،
والمهم داك المدير بعد داك المدير صدق بخير، هذاك هو الموتيف اللي غنطول ليه. المهم هاد القصه حكيتها لكم باش نسالي هاد هي هذه التتمه ديال الحلقه الاخرى، ولكن الحلقات الجايين فيكونوا استوار واقعيين والعنوان ديالو غيكون مغامرات جمع بالكريم، وهذا الشيء اللي غنعاود لكم واقعي، ما فيه حتى شي حاجه كذوب ولا شي حاجه اللي غنزيدها عليكم، حيت شي اللي نقول لكم راه شاهدين عليه الدراري كاملين اللي دوزوا معنا. الا قلت شي حاجه زايده فداك الساعه الدراري راه يقولوا راك الجم، واللي قال شي حاجه انا نقيدها على راسي. المهم تحياتي، عيشوا مع الجم المغامرات ديالو، تحيه طيبه، شكرا اختي الزوره اللي تبعتيني في الحبس وتكرستي عليا، شكرا بزاف، وربي ما غيفوتكش وغيخلصك اقسم بالله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فاحنا دابا حنا خرجنا وغادي في الحياه الحمد لله ما عندناش وما خصناش، حنا ماشي تندير انا بعدا تنضر ماشي تندير هادشي على ود شي حاجه، تنديرو باش نقول الدراري بان حياه الحبس الا بديتيها النهار الاول فتتولفها وتتبان لك النهار الاول داخل زوول، ولكن مع مرور الايام تتهز الصفير فتيطراو مشاكل ما كنتيش تتوقعها، ولكن خصك تعرف بشكون اللي تياكل العصا. الوالدين اللي تياكل العصا، والله ما حنا ما كلينا العصا، الوالدين اللي كانوا في الحبس، الوالدين اللي كانوا تيضربوا الطريق، الوالد داك كاين اللي الوالد ديالو مات وما شافوش، كاين اللي مو ماتت وما شافهاش، كاين اللي مو جاي عنده في الطريق ومات، كاين اللي كله بزاف. تحياتي، السلام عليكم، الإدارة العامة ديروا معنا ابوني وشاركوا معنا وغتشوفوا الجديد وتشوفوا الزوين، السلام عليكم ورحمة الله.